زي ما نوهت انا وكريم في بدايه الحلقه لحضراتكم ان احنا الفقره الاولى هيكون معانا بطل من ابطال السباحه، ومش بس كده، مش هو مجرد بطل وخلاص، لا هو كمان من المشاركين في هنا فكره او احتفاليه قادرون باختلاف. هو سباح وبيقلد المعلقين الرياضيين وعنده مواهب كتيره جدا، وهو نفسه كمان يبقى مذيع رياضي وحاجات كتيره قوي كمان هنتكلم في كل التفاصيل بتاعتها. بس خلينا في البدايه ننور او نرحب باللي منورينا طبعا علي محمد علي والدته الاستاذه ناهد، وهنكتشف مع بعض. صباح الفل في البدايه. صباح الخير على حضرتك. منورنا بجد يا محمد. والله علي علي محمد يعني واحد، مش هتفرق. في بيتها يا ابو حميد، في بيتها يا ابو حميد، مش هتفرق. منورنا ومشرفنا وسعداء جدا باللي انت بتعمله، وسعداء جدا بالمواهب الكتير اللي عندك. وبنتمنى ان احنا ان شاء الله نشوفك في يوم من الايام فعلا بتقدم برنامج رياضي. وطبعا تحيه كبيره لحضرتك، منورانا يا فندم. اهلا بيك. شكرا لحضرتك استاذ كريم. اهلا بيك. احنا يعني عايزين نعرف الحدوته من اولها، من اول يعني اكتشاف الحاله، وتعاملتم كاسره مع الوضع ده ازاي، ونتج عنه بسم الله ما شاء الله شاب منور ومشرفنا بالشكل ده. والله اول ما اكتشفنا علي كان يعني الاول كان نقص اكسجين في الولاده، وبعد كده اتطورت الحالة لغاية ما في سن 4 سنين عرفنا ان هي نقص اكسجين وتأخر عن طبعا سن زمايله وسمات توحد. فروحت مركز الأمومة والطفولة، هما اللي شخصوا لي الحالة، واشتغلنا بقى على ان هو يبقى مؤهل، نشوف الأول هل هيروح مثلا مدارس تربية فكرية او هيروح مدارس عادية. فالدكاترة كلهم قالوا لا، هو سمات توحد قابل للتعلم، فهو يخش مدارس عادية بس طبعا مع عناية خاصة. أكيد. فدخلته يعني مدارس طبعا حاجة خاصة عادية جدا مع زمايل عاديين. كان المدرسين طبعا ساعدوا ان هو يتعامل مع زمايله، تنمية المهارات، كنت شغالة برضو تنمية مهارات وتخاطب، جلسات يعني من سن 4 سنين لغاية 3 ابتدائي مع المدرسة. المدرسة كانت بتنمي برضو، وخلصنا المراحل بقى التعليم لغايه ما دخلنا ثانوي عام، جاب 97% في الثانويه العامه ما شاء الله. كان واخد 3% حافظ رياضي عشان جاب ميداليتين في بطوله الجمهوريه دهب. وبعد كده قدمنا عادي في التنسيق، وفي الفتره دي كان في نازل مسابقه منحه لاحدى المؤسسات يعني، فخدوا علي في المنحه في الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا قسم كليه الاداره. دي قصه نجاح يا استاذه ناهد، يعني دي قصه نجاح بجد، ويرجع الفضل فيها اولا طبعا لربنا وبعدين لحضرتك، ويرجع الفضل ليها كمان لعلي، او بلاش اقول محمد، كنت اقول محمد تاني علي. مش هتفرق والله، والله ما هتفرق. مش هتفرق والله، انا لو حد قال لي يا سري هرد عادي يعني. فبجد اصل احنا دلوقتي بنتكلم عن الكونكلوجن او المنتج، بس ورا المنتج ده كفاح وكواليس، واكيد حضرتك مريتي بظروف صعبه جدا، واكيد كان في تحديات علي بيواجهها. فدي معلش قبل ما نخش بقى ونتكلم مع علي ونديه الفرصه ان هو كمان يقلد لنا، بالمناسبه كنت بقول لحضراتكم بيقلد معلقين، فانا مستنيه نسمع ده او نشوف ده. بس احكي لنا شويه عن الفتره الصعبه قبل ما شاء الله انت ربيتي دلوقتي نموذج ناجح بكل المقاييس. الحمد لله. ده حقيقي، احنا بجد يعني خليني اقول لك ومش بجاملك، احنا بنتشرف بالناس اللي زيك يا علي، واحنا اتقابلنا في قادرون في اختلاف في طبعا النسخه الاخيره، وانت كنت مع كابتن سيف زاهر في الفقره اللي قدمها، وحتى كان ليك لقطه كده معاه هنتكلم فيها. بس احكي لنا استاذه ناهد على المراحل لحد ما دلوقتي شايفين علي قدامنا. الصعوبات الاول ما كانش الناس اللي حوالينا مدركين يعني ايه توحد، يعني ايه صعوبات. طبعا المدارس دلوقتي طبعا يعني الدنيا اتطورت اكتر، بقى برضو في عهد الرئيس السيسي عرفوا يعني ايه ولادنا، يعني الملف ده اخذ اهتمام اكبر جدا بصراحة. يعني 4 سنين او 5 سنين الاخرانيين دول كان فرقت كتير. صح. طبعا يعني في تحديات، في تحديات من اللي حواليكي، بس هو الواحد لما يعني انا خلاص رضيت بالحاله اللي معايا، وعايزه ان ربنا يعني جازين ان انا في اللي اعمله ابني، عايزه هو ابني، فلازم ان انا اخليها احسن حاجه في الدنيا. تعرف يا كريم لو انت فاكر احنا كنا بنستضيف برضو امهات لابطال نماذج مختلفه، كنا انا وكريم بنسال نفس السؤال ده، كنا نقول هل كنتوا بتخافوا عليهم؟ وبالتالي شعور الاهالي في الاول ممكن يبقى انا خايف على ابني او بنتي فانا بقفل عليه، لكن الثقافه دي اتغيرت دلوقتي. انا بقيت لا، انا عايز ابني يخش ويواجه المجتمع، لان ما حدش باقي لحد يعني. ربنا يديكوا الصحه، بس يوم ما لا قدر الله هيحصل حاجه الولد او البنت دول هيبقوا لوحدهم، فبالتالي انا لازم اربيهم من دلوقتي ان هم يقروا
يقفوا ويواجهوا المجتمع وينجحوا ويتقبلهم غصب عنه كمان المجتمع. بقول هنا غصب عنه لان ده لازم. الثقافه دي نتج عنه ان احنا شايفين علي بطل منور الدنيا اهو. الحمد لله الحمد لله دي حقيقه. وبالمناسبه بقى يعني احساسك ايه وانت واقف بتدردش كده مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ بصراحه ده احساس بالفخر الصراحه يعني. يعني كان عندي كان كنت مبسوط جدا كنت مبسوط طبعا. وهو كان مبسوط على فكره جدا كان باين على ملامحه وهو بيتكلم يعني خاصه في حته لما قلت هقعدهم في البيت مات على روحه من الضحك الصراحه يعني. ايوه. طب احكي لنا عن تجربه بقى. يعني انت طلعت مع سيف وكابتن سيف زاهر يعني واتكلمت معاه وقلت له ان انت عايز تبقى معلق رياضي وان انت عندك الموهبه دي صح. طب دلوقتي من ساعه بقى قادرون باختلاف لدلوقتي ايه اللي حصل بقى؟ اتمرنت رحت فعلا؟ انا الحمد لله يعني بالنسبه لي ان انا احلل ماتش مباراه القمه بين الاهلي والزمالك دي بالنسبه لي كانت مفاجاه الصراحه. اوكي احكي لنا عنها بقى. عملت ده امتى؟ عملتها من يوم ماتش القمه. عملتها على ايه؟ على قناه اون تايم. اوكي. وكان معاك كابتن سيف؟ كابتن سيف وكابتن حازم امام وكابتن عماد متعب وكابتن شيخ طه اسماعيل. حلو جدا. ايمن ايمن يونس جميله كلها. جميل. طب ايه حكايه تقليد المعلقين دي؟ الحمد لله دي موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني. طب تحب او انت بتحب تقلد مين اكتر؟ احب اقلد مدحت شلبي. ده انا كنت متوقعه بقى. طب يلا لو هلا هلا ايه الحلاوه الجمال دي؟ الله عليك تحفه والله. لو بيجيب التون برضه. بتلعب حاجه تانية غير السباحه يعني ولا هي السباحه بس؟ انا بلعب كره سله وكره يد والعاب قوه وريل ايكيدو. ايه ده كل ده عندك وقت تعمل الكلام ده كله؟ برافو عليك. طب وانت اشطر في انهي رياضه منهم؟ الحمد لله الحمد لله السباحه. السباحه واضح ان هي اللي ليها الثقل الاكبر. احنا لعبنا يعني دخلنا في بطولات في الالعاب دي بس اللعبه الاساسيه السباحه. واخيرا بقى لعبه الريال ايكيدو دخل وخد مركز ثاني. طب انتوا يومكم عامل ازاي؟ وانا هنا بتكلم بصيغه الجمع يعني يوم حضرتك ويوم علي وانا طبعا اكيد انت معايا 24 ساعه في اليوم. فيومكم عامل ازاي كده عرفينا. طبعا في ما بيكون في ايام الدراسه محاضرات الجامعه بنروح الجامعه بحضر معاه. لو في تمرين بعد الجامعه بنروح. ما فيش بيبقى فيه اليوم اللي هو فاصل بين يعني بيبقى فيه اجازات بين الجامعه برضه بيبقى في تمارين. بعد كده يعني بنروح لو في اي حاجه في حاجه بيقرا على المحاضرات اللي اخذها ايام. طبعا بيبقى فيه طبعا كل شويه في التمارين ايام الدراسه. بس ما شاء الله بيلعب الرياضات دي كلها. ده انت معنى كده ان كل يوم في تمرين رياضه؟ هو الممارسه الاساسيه السباحه. يعني ممارسة أساسية دلوقتي السباحة. حلو جدا. طيب معلش نفهم ظروف برضو البيت عندكم. حضرتك عندك كام مثلا ولد أو بنت؟ عندي آية وأحمد أكبر من علي. أوكي أحمد وآية وعلي. بس هما يعني كبار عن علي فرق بينهم. فحضرتك متفرغة بقى لعلي أكتر يعني. حتى قبليها برضو أنا آخر معقول. الدلع كله يا عم علي الدلع كله. ختامها مسك يعني. لا بس شاركوا معايا يعني برضو يعني طبعا بابا يعني كان يعني يعتبر أنا متفرغة لعلي. إخواته برضو بيساعدوا اخته وسعادة كبير جدا في اي حاجه كان بتطبقها معاه في البيت. ما هو الاهل يعني هو اكبر دور يعني. الاهل هم دول اكبر سند والبدايه عندهم يعني. والعكس صحيح لو الاهل مش بتساعد لو مش مسانده لو مش بتحفز خلاص ما فيش حاجه. حتى اللبس اي حاجه اخواته هم اللي بينزلوا هم اللي بينسقوا بيجيبوا. بتهيألي اي نجاح بيحققه علي سواء على المستوى الدراسي والاكاديمي على المستوى الرياضي على المستوى حتى الاجتماعي اكيد بتحس ان في طبطبه من ربنا عليكي بالنجاح اللي هو بيعمله. هي الحاله حتى يعني حاله علي ما كانتش كده الاول يعني. كان في فرط حركه جامده كان في طبعا يعني سمات التوحد كانت جامده عنده مع تغيير مع تعديل السلوك في الجلسات. واحنا برضو طبعا طول ما احنا ولا زال يعني ولادنا طول ما احنا يعني يمكن غير الولاد العاديين لا يعني احنا بنديهم قيم وحاجات ممكن تكون مش في الولاد العاديه. صح. ازاي تقعد ازاي تاكل ازاي يعني بتبقى زياده شويه عن الولاد العاديين عشان احنا بنبقى عايزينهم ما حدش يعني شوف ولادنا زي ما اي حد بيرحب بيهم دلوقتي واي حد بيتبسط بيهم يعني. رائع جدا. تعال بقى يا علي نتكلم شويه.
انت دلوقتي واصل يعني انت عندك كام سنه في الاول؟ عندي 21. 21 يعني انت اهو بتبتدي دلوقتي نقول حياتك، وبتبدا حياتك وانت عندك سي في حلو جدا، انت شاركت في اكتر من نسخه في قادرون باختلاف، اتكلمت مع الرئيس، رحت عملت او زي ما بيتقال كده علقت على مباراه القمه مع قامات كبيره جدا على قناه كبيره طبعا زي اون، وفي نفس الوقت انت بطل في رياضات مختلفه. علي بقى عايز كمان كام سنه يبقى فين ويوصل لايه؟ ايه حلمك؟ انا حلمي ان ابقى مدير تسويق ومحلل رياضي واعلامي رياضي ان شاء الله. واعلامي رياضي؟ طب ليه بقى التسويق يعني واعلامي رياضي؟ عشان انا طالب في اكاديميه العربيه فرقه ثالثه قسم كليه اداره اعمال قسم تسويق. فانت عايز يبقى هنا وهنا، تكسب من هنا وتكسب من هنا ان شاء الله عشان تبقى غني. برافو عليك، برافو عليك ان انت تحدد انت عايز ايه وعارف ومخطط. بالمناسبه يا فندم، مدام نهاد، يعني فرصه للناس اللي بيتابعونا وحاضريننا في اللقاء ده، اللي منهم عنده حاله خاصه زي الحاله اللي حضرتك يعني تعاملتي معاها كما ينبغي ان يتم التعامل الامثل يعني، فطبعا بنحييكي على ده مره ثانيه. ايه المتاعب اللي انت اضطريتي ان انت تخوضي فيها؟ وفي نفس الوقت لو عندك رساله او حتى طلب من اي جهه او من اي فرد ممكن يكونوا بيتابعونا دلوقتي، حتى لو كان الكلام على الوزاره، وزاره الشباب والرياضه، من الدوله المصريه ذات نفسها، تحبي تطلبي ايه من مين وتقولي له ايه؟ والله الدوله دلوقتي مش مقصرين، يعني وزاره الشباب بتتابع ولادنا، في نشاطات كتير لاولادنا، الوزير نفسه ما بيتاخرش، يعني لسه علي كان مع الوزير من قيمه 3 ايام، كان في تكريم الولاد اللي هم البارالمبي. احنا كده عايزين كارت توصيه من علي بقى، بيقابل الرئيس وبيقابل السيد الوزير بقى، كارت توصيه كده وصي عليه. والله من عندي، من الكابتن عندي على فكره، وعامل لحضرتك فولدر على اللاب بتاعه للحلقات بتاعت. يا رب يخليك. والله على طول على طول بيقعد يتفرج، يعني بياخد واخدها كده، بياخد منها زي عزه. اوكي. انت اهلاوي اصلا يا علي؟ الحمد لله. كده بتتابع بقى القناه عندنا يعني؟ طيب. بس هي صعوبات يعني، كل ما هتشتغل مع ابنك او بنتك في كل حالات ولادنا اكيد بتلاقي. طب الناس اللي نهواند كانت بتتكلم عليهم من شويه، ده ممكن يكون عندهم حاله مشابهه وبيقفلوا عليهم خوفا عليهم من التعامل مع الاخرين، ودي كانت ثقافه فعلا هم بيأذوهم، لان بعد كده هم الاولاد كل ما بتديهم هم بيتعلموا، هم يمكن بيبقى عندهم قيم انت بتفوجئ بيها عندهم. أي. حاجات كل ما هتشتغل معاهم كل ما هتلاقي اكتر، وهتريحوا انت نفسك يعني هتستريح اما الاقي ابني كويس مطمن على ابني، فدي يعني الحمد لله نعمه من عند ربنا. الحمد لله يعني ربنا يوفقكم باذن الله، يوفقك يا علي تحديدا. احنا عايزين كمان كام سنه كده نشوف معلق رياضي بينافس كابتن مدحت شلبي، خلي بالك من النقطه دي بقى، ونقدر نعملها. بس قبل ما نختم كمان معلقين دوليين يعني. لا بجد والله، مين معلقين دوليين مثلا؟ عندك مثلا عصام الشوالي. كمان طبعا. طب يلا نختم بحاجه. شاط الكوره بالراس، القاضيه ممكن، القاضيه ممكن، شاط الكوره جول. استاذ كريم انتوا نورتونا. هيقلد استاذ كريم؟ لا بس انا ما عنديش لازمه معينه، ممكن هتقلد استاذ كريم؟ يا ريت يبعلق، يا ريت يبعلق. لو شفت مثلا كذا هتعمل ايه؟ ده برنامج الصدمه. ايوه برنامج الصدمه. ايوه طبعا. انا سعيد بمتابعتك يا علي، وبتمنى لك كل توفيق. انتوا نورتونا النهارده يا فندم، وربنا يقدرك يا مدام ناهد، وان شاء الله تسعدي بيه كمان وكمان، ويحقق لك المزيد من النجاحات اللي فيها. نرجع ونقول طبطبه من ربنا سبحانه وتعالى. بشكرك، نورتينا. انت عايز تقول حاجه يا علي قبل ما نختم؟ اي حاجه يعني؟ انا عايز اقابل الكابتن محمود الخطيب، واقابل لعيبه الاهلي. مين بقى؟ مين بقى؟ خالد يانج ومحمود كهربا. ماشي، يرجعوا بالسلامه منتصرين باذن الله كده، ويفرحونا كلنا ان شاء الله. في ماتش الاهلي نقدم ماتش للتاريخ ان شاء الله، يعني الاهلي يقدم ماتش للتاريخ. دعواتك يا علي، دعواتك ان شاء الله. نتفائل بيك كده، وان شاء الله ده يحصل. نورتونا، كل التوفيق ان شاء الله لعلي في الخطوات اللي جايه، نستضيفه كده بعد فتره ونلاقي بقى ان هو وصل كمان لاعلى من كده بكتير باذن الله. نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا.